أوديولابي، شارك المعرفة. استمع إلى هذا المقال الصوتي عبر تطبيق أوديولابي، كما يمكنك قراءته بتفاصيل أكثر عبر audiolabi.blog. كيف تعيش حياة ممتعة؟ من منا لا يريد أن يعيش حياة هادئة وممتعة؟ الحياة الممتعة هي غالباً التقاء لعدة عوامل، أهمها التفكير السليم والعمل المريح والامتنان. من الطبيعي أنك قد تشعر بمحاصرة مشاغل الحياة لك، ولا تجد الوقت المناسب لقضاء بعض الساعات من يومك في الطبيعة مثلاً. لذلك عليك بإحداث بعض التغييرات العملية في حياتك اليومية. هذا الأمر قد يساعدك على اكتشاف طريق السعادة. إليك فيما يلي بعض النصائح لتعيش حياة ممتعة. أولاً، اعتني بحيوان أليف. امتلاك حيوان أليف يعني أنك ستحصل على الحب والرفقة وساعات من الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، لامتلاك الحيوانات الأليفة فوائد صحية مثل تقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب، كما تزيد التوازن النفسي ومشاعر الترابط وتعلمك دروساً في التعاطف والرعاية. ثانياً، استمع للموسيقى. للموسيقى تأثير على شعورك بهويتك الذاتية، فهي تعزز ثقتك بنفسك وتقلل من إحساسك بالوحدة. شغل ألبومك المفضل وانعزل عن كل ما يشغل بالك حتى تكتشف عجائب الموسيقى وقدرتها على خلق جو ملائم لما تشعر به. في بعض الحالات يلتجئ البعض للعلاج بالموسيقى، فهي مفيدة جداً للذين يعانون من الاكتئاب. ثالثاً، ابدأ يومك بابتسامة. من البديهي أن تكشف تعابير وجهك عن حالتك النفسية، لكن أثبتت دراسة أن لتعابير وجهك تأثير على مزاجك، لذلك لا تنسى الابتسامة لتكون في مزاج جيد. رابعاً، خذ قسطاً من الراحة. لا يقصد بهذا الجلوس أمام شاشة التلفاز أو الحاسوب لساعات طويلة دون أن تفعل شيئاً، بل على العكس من ذلك، خذ القليل من وقتك لتفعل شيئاً مميزاً. حاول أن تزور مكاناً جديداً أو تقوم بنشاط لم تعتد القيام به. خامساً، امضي الوقت مع أشخاص يثيرون اهتمامك. من المعروف أن الأشخاص الذين يمتلكون الكثير من الأصدقاء يعيشون لفترات أطول، وقد أثبتت الدراسة أيضاً أن لأصدقائك تأثيراً كبيراً على شخصيتك وصحتك النفسية والجسدية. تأكد من أن تكون محاطاً بأشخاص إيجابيين ومثيرين للاهتمام لتعيش حياة أكثر متعة. سادساً، حاول الحد من التوتر. الاهتمام بصحتك النفسية أمر بالغ الأهمية، ويعتبر من أوكد الأولويات للاستمتاع بحياة هادئة وممتعة. لذلك عليك أن تبدأ بوضع حد للتوتر. إن التمارين الرياضية وممارسة الهوايات والخروج مع الأصدقاء تعتبر طرقاً جيدة لمواجهته والحد منه. سابعاً، اكتشاف أشياء جديدة وتعلمها بإتقان يعزز ثقتك بنفسك وينمي لديك الرغبة في المعرفة. ربما هو أمر ليس متاحاً للجميع، إذ تختلف ظروف البشر المالية والاجتماعية والاقتصادية، وتختلف الوسائل المتاحة للحصول على المعرفة. لذلك تعددت الطرق وتنوعت كالقراءة والسفر وأخذ دروس ممتعة ومقابلة أشخاص من ثقافات أخرى. عليك فقط أن تختار ما يناسبك منها. ثامناً، جد هواية تناسبك. سواء اخترت الرسم أو الملاكمة، فالهوايات والأنشطة اللاممنهجة ضرورية للاستمتاع بالحياة، فالروتين يحد من عفويتك ومن عنصر المفاجأة في حياتك. مارس هوايتك لأنك تحبها بدل اتباع نظام حازم وممل. تاسعاً، اقرأ كتاباً جيداً. ابحث عن كتاب يمكنك أن تنغمس فيه وتنسى ما حولك. إذا لم تكن من هواة المطالعة، جد كتاباً له علاقة بهوايتك. مثلاً، إن كنت من هواة كرة القدم، اقرأ السيرة الذاتية للاعب مشهور. عاشراً،
مارس التأمل. التأمل يقلل من التوتر ويعزز الشعور بالهدوء. فالمشاركة في بضع دقائق من التأمل اليومي يمكن أن تعزز نظرة إيجابية للعالم وتجعلك تشعر بالتوازن والاسترخاء. من المهم أن تحافظ على جلسة سليمة وأداء التأمل في منطقة خالية من الضوضاء. استمع إلى أروع المقالات الصوتية وحملها مجانا عبر تطبيق أوديولابي.